السلام عليكم. انت ولك انت تشتغل ويا الدواعش؟ ويا الدواعش الكفرة؟ ورضيت على روحك توكني اني واختك لقمه ولك لقمه مغبوسه بدم الضحايا، الضحايا اللي راحوا للدواعش اللي ما لهم لا مله ولا دين. اهدي يما اهدي وانا فهمت شو اللي صار. ولك شهده، ولك شهده، هذه اللي عرفته من خالتك وابنها، واكيد انت خاتون تدرين وساكته. لا والله يما، بس انا خفت عليك. اسمع، انت بعد مالك قاعده بهذا البيت، مالك قاعده، واني اني متبرعيه منك اليوم الدين، يوم الدين، وما اريد منك ولا فلس، حتى لو اني واختك نموت من الجوع. اطلع برا برا.